طيب تفاصيل اكتر والامور دلوقتي، يعني الموضوع ده حصل في الساعات الاولى من فجر الثلاث اللي هو النهارده 24 ديسمبر، اكيد دلوقتي في يعني اجواء عامه في المنصوره بعد تشييع الجسامين، في كلام، في الناس يعني بتقول لبعضيها ايه اللي حصل، ايه الاسباب. تعالوا نعرف بعض التفاصيل مع غادة عبد الحافظ وهي مديرة مكتب المصري اليوم بالمنصورة أو بالدقهلية. غادة مساء الخير، شكرا على المشاركة. متهيألي كل الأسئلة اللي أنا طرحتها الناس أكيد بتتساءل الوضع عندكم إيه بعد هذا الحادث المأساوي. الوضع الحالي يا أستاذ مدرس في حالة من الغضب الشديد جدا بين أهالي مدينة المنصورة، خاصة بعد تشييع الجسامين 11 من الضحايا الشهداء اللي لقوا حتفهم في حادث الإرهاب الأليم اللي حضرتك أشرت إليه. أي. كانت الجنازة بشكل مهيب جدا فيها عشرات الآلاف من أبناء مدينة المنصورة والقرى والمدن المحيطة بها. الجميع كان حريص جدا على أنه يشارك في تشييع الجسامين، وكأنها رسالة للجماعات الإرهابية بأن الشعب كله ضد هذه الجماعات السوداء. خرجت الجسامين من مسجد النصر وتوجهت في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة إلى ميدان الشهداء أيقونة الثورة في مدينة المنصورة. انطلقت بعدها مظاهرات غاضبة شديدة جدا من المشاركين في تشييع الجسامين، وبدأت بعض حالات الانتقامية من بعض عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بدأت بقيام المشاركين في التشييع بحرق ميكروباص تابع لشركة سياحة قيل أن صاحبها أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأنه أشار للمشيعين بشعار ربعة مما استفز مشاعرهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته وشعار النيران في الميكروباص، كما قاموا بمهاجمة سلسلة محلات أولاد رجب المتهمة دائما بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما قاموا بحرق إحدى شركات النظافة التابعة لأحد قيادات الإخوان وهو شركة ريتش لاند، وهي كان لها سابقة أعمال في محافظة الدقهلية تم إيقاف أعمالها نتيجة إن هي حصلت على العروض العمل في المحافظة بنفوذ رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي. طب ده خليني أسألك سؤال يا غادة، لأنه كلامك ده يعني واضح إن في يعني وجود للمنتمين لتيار الإخوان في المنصورة زيها زي أي محافظة، أو في الدقهلية زيها زي أي محافظة مصرية. دلوقتي يعني من الآن فصاعدا، إذا كان ده مؤشر إن الناس اللي بتشيع الجسامين كان عندهم رغبة انتقامية في واحد رافع علامة ربعة، أنت شايف إن ده هيأثر على الحياة في المجتمع عندكم ولا إيه؟ ده هيؤدي إلى انعزال تام لجميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الدقهلية، وهي من المحافظات اللي معروف عنها فيها تواجد إخواني كبير. الأهالي حذروا الإخوان بالخروج بأي مسيرات أو الخروج للتعبير عن رفض الدستور أو الخروج في أي مظاهرات خاصة بطلاب الجامعة، وإلا سيكون الرد قاسي جدا من المواطنين وليس من الأمن، لأن جميع الأصابع الاتهام أشيرت نحو جماعة الإخوان، خاصة بعد ذبح سائق التاكسي مؤخرا. يعني الحادث الأولي ما لحقش يبرد فالناس بدأت الموضوع بقى له أيام قليلة جدا. فده عامل حالة من الغضب الشديد جدا من المواطنين، يعني حتى سمعت الأحداث دي في مركز أجا، يعني خرجت مسيرة تطالب بطرد الإخوان تماما من مركز أجا بالكامل، وأشعلوا النيران فعلا في أربع منازل وثلاث محلات خاصين بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحذروهم إن هم خلال 48 ساعة يكونوا مهجرين خارج مركز تمام. بالكامل. على